وقبل أن أفتتح أشغال هذا الجمع العام أن أعتذر للإخوان الصحفيين على هذا التكليف اللي كان خارج الإرادة ديالنا والنظرة اللي اعتمد في باس من أجل تهيئ جو عام هادئ ومسؤول تيكون حجم الفريق الرجاء الرياضي العالمي. وهذا اليوم اللي هو نقول لكم بكل صدق هو يوم تاريخي، لأنه هنا كنتكلم على مصير فريق كبير وبغينا نستحضروا فيه المصلحة العليا لفريق الرجاء ونوضعوا جانبا مرة أخرى الحزازات الشخصية والمساكن الضيقة من أجل إنجاح هذا الجمع العام في واحد الروح ونكونوا قدوة للفرق الوطنية اللي ما قمنا به في هذه المدة اللي أنا وفريق العمل اللي كان معنا مرتاحين على النتائج ديال التقارير المالية أو لا الفوليس يعني التقارير الأدبي والكل ما يمكنش لنا نكرو هذا العمل. وإلى حال الوقت كما كنا نهار الأول جينا خدينا على زمامنا الأمور ديال الرجاء وانتحرنا بمعنى الكلمة لأن دخلنا لواحد المستنقع في البداية كان أن احنا الآن إذا كان غيكونوا حنا حجرة عثرة من أجل مصلحة الرجاء احنا حاولنا راه إشارة بأنه سنغادر فريق الرجاء سنغادرها ولكن سنغادرها في إطار قانوني. سي ممثل الجامعة الله يخليك، واش ممكن يدار الجمع العام؟ اسمح لي، واش ممكن يدار الجمع العام الاستثنائي اللي غيعتزل في رئيس جديد بدون حضور السي الرئيس؟ الموقف ديال القرار اللي غادي يتخذه رئيس الفريق ماشي انا. بالنسبة لكم الأمور قانونية كلها. انسحب رئيس؟ انسحب لأنه ما كاينش الجو الملائم نظرا للمشادات اللي وقعت بينه وبين السي محمد البودري. سي حمدي قول لنا الله يخليك شنو الارتسامات ديالك على الظروف ديال الجمع العام؟ تشوف هادشي اللي وقع تنهضيا الحشومه في حق الرجاء الرياضي هادشي كانت يديرها كما تنقولوا دار السبه باش ينسحب كما تنقولوا باش تسلس من البدايه هو كان تيقدم باش تسلس مالوغوزمون هادشي كما تنتوقعوه تنوجهوا النداء للجماهير الرياضيه حنا راه درنا اللي علينا كشخص علي حمدي ما انسحبتش جيت الوقت اللي ما كان تجي واحد بغينا نبقاو فريق ديالنا مالوغوزمون تنشوفو هادشي اللي كاين تممثل الجامعة تيخرج هادشي حشومة وحشومة بزاف السي سعيد حسبان بغا يبقى يقول فاس انا بغيت نبقى نكمل الموضوع ديالي كان عنده شي مشكل في الشيكات مالوغوزمون حنا اللي تعرضوا دابا عنده مشكل في الشيكات مع بعض اللاعبين نورمالمون هادي جنحة خاصو يتابع عليها النيابة العامة نورمالمون خاصها دير الاجراءات ديالها لحقاش هو من اللي صرح بان حاط الشيكات كارونتي القانون ما تيقولش لا شيك كارونتي هي خطره سياسيه بحال هادشي اللي كيحكينا بغينا نخلصوا ما نبغوش تنشوفوا هادشي اللي حشومه التعليق ديالكم على لادوبسيون ديال الرابور فينونسي والظروف اللي دازت فيها ما وفقناش على التقرير المالي اللي كان شخص واحد وخالد واحد اللي وافق عليه بان اللي هو ديجا كان ضغطو من قبل حنا بالنسبه لنا ما وافقناش عليه مالوغوزمون كيتعاد وافقنا ولا ما وافقناش على شي حاجه كنا جينا ديجا راه تقلب. واش علي حمدي غيستمر في الترشيح ديالو وغادي تمشي جوسكو بول ديال الترشيح ديالو؟ دابا حنا بقينا مع هاد السيد هذا غادي نبقاو في 2028 وصويرتي في الجمعات.